أمان أن ننتبه، نتخلص من الشاشات والقنوات التي أفسدت أخلاق البنين والبنات. واحفظوا بيوتكم، واحفظوا أبناءكم، واحفظوا أعرابكم، واحفظوا صغاركم، وطهروا بيوتكم من المخالفات قبل أن يقع الفأس على الرأس. أين يختبئون؟ أين يذهبون؟ لا أعلم. ورفع صوته بالبكاء: ارحميني يا جدة، اسمعيني يا جدة، أنا صب، أنا انتهيت. فإذا هو من؟ ابني، ابن 19 من العمر، في دورة المياه قد فارق الحياة. أين أصحابه؟ أين الذين أوصلوه إلى تلك النهاية؟ فات الأوان. هذا ما يحدث في بيوت المسلمين اليوم. اعتدى ابني على ابنتي، ابنة 19، كان في حالة سكر شديد، وجاء واعتدى على أخته. البنت تبلى من الزنا من خطيئة. أريد أن يقام عليه القصاص، القصاص، القصاص.